دكتور علي الإدريسي، مشرفنا في صدى البلد، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، مشرفنا في صدى البلد. أهلا وسهلا بيكم يا نواي الدنيا. ربنا يخليك. لو هنتكلم عن جلسات اليوم والحوار الوطني، بيستكمل جلسات النقاشية حول لجنة قانون الإدارة المحلية ومناقشة قانون الإدارة المحلية والمحليات وقضايا المحليات أيضا الشائكة، وتم الحديث في أكثر من شقة اليوم حول انتخاب المحافظين وحول أيضا فكرة تطبيق اللامركزية في المحليات وتعديلات القانون. كيف ترى هذه الخطوة من فكرة هل محلياتنا مؤهلة ومهيئة لفكرة تطبيق اللامركزية وتحديات العمل المحلي تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول يعني هي الفكرة كلها ازاي ان احنا نبتدي نشوف الفترة اللي جاية انتخابات للمحليات، وازاي ان المحليات ديت فعلا يبقى ليها عائد مهم جدا على المواطن وعلى رفاهية المواطن، وده جزء مرتبط بازاي ان احنا نتحول من مركزية للا مركزية. وان هو لا مركزية مقصود بيها سواء كانت سياسية، سواء كانت على المستوى الاداري او على المستوى المالي، وده جزء مهم جدا. احنا شايفين ومتابعين اللي بيحصل على مستوى الاقتصاد العالمي ومن ثم طبعا على مستوى الاقتصاد المصري، ازاي ان يبقى عندنا لا مركزية مالية تقدر تأهل بشكل واضح المحافظات ان هي توصل مستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي، ازاي ان هي توصل مستويات اعلى من تنمية مواردها، ازاي ما يبقاش في ضغط بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة. كمان عندنا جزء وقضية شائكة، هل المحافظين يتم تعيينهم ام انتخابهم والمجلس المحلي؟ دي كلها من القضايا الشائكة، ويمكن شفنا في الجلسة كان يعني هناك اختلافات في وجهات النظر وفي الرأي، لكن الكل اتفق تقريبا على فكرة ازاي ان يكون هناك لا مركزية، ازاي ان يكون في شكل للآليات تكون واضحة، يكون على الاقل في جدول زمني لتطبيق الانتخابات الخاصة بالمحليات، وازاي ان كمان يبقى هناك تدريب للعاملين في المحليات. دايما المواطن بيتعامل مع المحليات من منطلق ان هو قد يشوبها بعض المشاكل او ان هي ممكن تكون عائق ليه في عمله لو بنتكلم على صغار المستثمرين وخلافه، ازاي ان احنا نوفر لهم التدريب اللازم. وكان هناك عديد من المقترحات، جزء منها بانشاء اكاديميه خاصه بالتدريب للمحليات، ويمكن في مقترحات اخرى يمكن انا يعني بميل ليها اكتر، ان احنا عندنا الاكاديميه الوطنيه للتدريب ممكن ان احنا نستفيد منها بتخصيص برامج خاصه للمحليات، ونقدر ان احنا نقدم برامج دي على كافة المستويات والقيادات في المحليات، بحيث ان هي يبقى ليه عائد ومردود ايجابي على المواطن. ازاي ان احنا كمان يبقى عنصر الكفاءة هو الجزء الرئيسي اللي احنا بنعتمد عليه في اختيار المعينين، وان احنا كمان نقدر نعمل لهم نوع من انواع التقييم سواء على مستوى ربع سنوي او على مستوى سنوي، لان ده جزء مهم جدا. لكن فكرة ان يكون موظف ضامن الوظيفة بتاعته وضامن المرتب بتاعه، دي امور احنا عانينا منها. بالطبع زي ما حضرتك ذكرت، فكرة التدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المحليات هو تحدي كبير أمامنا كدولة، بس في نفس التوقيت برضو زي ما حضرتك ذكرت فكرة التمويل، بنصطدم أو بنعاني كثير من قطاعات الدولة، والتحدي الأكبر أمامنا دلوقتي في معظم القطاعات وفكرة التمويل، كيف ستحل هذه الإشكالية؟ طيب إحنا دلوقتي لما نيجي نتحرك على لا مركزية مالية ويبتدي إن كل المحافظات تعمل على تنمية مواردها، ازاي نتخصص جزء من هذه الموارد لعملية التدريب؟ واحنا مش بنتكلم بس على تدريب المحليات، لا احنا بنتكلم كمان على استفادة كل محافظة وكل مركز وكل قرية كمان بالموارد اللي بتحصل ديت، ازاي ان احنا كمان مع وضع الخطة مركزية، على الجانب الاخر ازاي ان احنا كمان تقدر المحافظات تستفيد من مواردها، من هنا جزء منه يتخصص للتدريب، وفي نفس الوقت يبقى في عائد مباشر. واحنا مش بنتكلم على التدريب لكل العاملين مره واحده، لكن هيبقى في خطه بجدول زمني بحيث ان احنا كل فتره نلاقي فعلا مؤهلين يضافوا للقطاع الاداري بشكل عام، وفي نفس الوقت كل دوت السعي الرئيسي منه ان يخدم المواطن. لكن يظل هناك قضيه شائكه،
الانتخابات الخاصة بالمحليات، لأن احنا بنتكلم في ملف المحليات بقى لنا يمكن حوالي 10 سنين تقريبا هناك شكوك عن مدى تنفيذها. طب السنة الجاية، طب بعد الانتخابات الرئاسية، طب بعد انتخابات البرلمان. ففكرة وضع جدول زمني أو يعني تصور زمني، التعديلات كمان اللي محتاجة قانون المحليات، لأن هناك كمان تعديلات كتيرة تم يعني اقتراحها في الجلسات، جزء منها مطابق كمان بمن هم مؤهلين ويناسبوا فعلا الفترة اللي جاية. أعتقد أن احنا لسه قدامنا وقت شوية، لكن كل الوقت دوت علشان في النهاية يطلع منتج فعلا نستفيد منه على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الإداري. شكرا جدا.